في الحقيقة هذه النوعية من يعني نقدر نقولها يعني استعطاف الناس بشكل أو إثارة الشهرة والنجومية حول شخص ما قد يكون مقصرا في حياته الشخصية. لكن نأتي هنا إلى النقطة الأهم وهي الغناء. الأخت التي اعتزلت قالت أنها يعني ارتكبت ذنوبا وأثاما. والسؤال هل الغناء حرام أم حلال؟ الحرام في علم أصول الفقه هو ما ثبت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في القرآن فقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفي آيات أخرى قالوا أحل الله كذا وحرم كذا، وليس من ضمنها الغناء، فلم يأتي فيه نص يحرمه. أما ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبيح الغناء تارة وتحرمه تارة، فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك سلطة التحريم والتحليل. كل الآيات في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التساؤل إلى الله، والله يقول هذا حرام، هذا أذى، هذا كذا، يعني يستفتونك قل الله يفتيكم، يسألونك عن كذا قل الله كذا، الله هو الذي يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل، ولم يرد نص صريح أو حتى مبهم في القرآن يقول بحرمة الغناء أو بكراهيته. يعني فأنا أقول هنا أن الغناء ليس فيه حكم بالحرمة، ومن يحرمه فهو لا يعلم عن القرآن شيئا.